ده خديش من المرة قلها معاك تبكي قدامك، خديش من المرة قلها معاك تبكي قدامك. بس ما تقعد ولا وهي ديما تبكي هكيك، وانا في الدار ولا منش في الدار؟ مش في الدار. فهمت، بتبكي وحدة علاش تبكي وحدة؟ هتنفس بالخطوفة. Ce qui va être très long à comprendre pour la majorité d'entre nous, c'est qu'un manipulateur, quand il vous engage sur une discussion, par exemple d'une opinion, ce n'est pas la recherche de la vérité qui l'intéresse. Ce n'est donc pas le débat qui l'intéresse pour en retirer une vérité à partir du sujet de base. C'est en fait le piment que cela va générer et toute la façon de communiquer alambiqué qui fait que vous allez vous perdre, soit parce que vous êtes dans l'hésitation à un moment donné, soit vous perdez le fil de vos idées, soit au contraire vous êtes très en colère parce que il dit n'importe quoi. Et à ce moment-là, ce que l'on peut repérer, c'est que le manipulateur ne cherche pas des vérités, il cherche à vous mettre dans des états émotionnels. Le manipulateur se nourrit de vos émotions. شبيك تحس روحك معناها كيفاش يقولوا خالق كذا، كان تحب نمشي نبدل الجو بعد أم صحيح ولا لا؟ فهمت، قالت لي لا ما نخرجش من داري، قلت لها نخرج فيك. أنا ما عملتش ماما ما خليتهاش تراك ولا حاجة. لا. معلش أنا معناها أنت تمشي مع ماما وبابا ما يراكش. ما بالكش بالكش أنا خايب بابا. لا. Le manipulateur se nourrit de vos émotions. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que même ceux qui ont des émotions de colère, qui sont intelligents, brillants, qui ont l'esprit clair, qui vont vous démontrer par A plus B égale C, qu'ils ont vraiment, la maîtrise du sujet, le manipulateur jouit de la façon dont vous allez vous énerver. Et d'ailleurs, il va vous dire « Mais te mets pas en colère !» ou « Mais m'agresse pas comme ça !» Alors qu'en fait, c'est lui qui agresse, lui ou elle, hein, le manipulateur, c'est femme, homme, à peu près pareil. C'est lui qui agresse. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. كم شافك سؤال واضح، أنتم كي خرجتم من الدار بابا أنا في الدار ولا لا؟ لا. باهي، كيفاش أمك تقول بابا طردنا من الدار، وقتاش طردتها من الدار؟ مش هي، مش أنت شنو أنت ما قلت لهاش شيء. باهي كي خرجت كي خرجتوا من الدار، كيفاش خرجتوا من الدار؟ قالت لي قبل شنصلح الخدمة وبعدك صلحته وهي، وبعد صلحته وهي مشات تشوف الحوايج، وبعد الحوايج قالت تاكسي مشات فيها ومشات خدمة أمها، وبعدك خدمة أمها وصلنا سليمة. مشيتي خدمة أمها فين بلاصة الكيلو؟ بعد مشيتوا لسليمان باش ولا الايامات اللي قبل حوايج نتاعكم اللي هزيتوهم الكل كيفاش هزيتوه؟ اذا ما وهي تجي نتاع بعدك على القري تجي وتقول لها هيا نمشي، امي تمشي تجيب الحوايج هذيك وتمشي سليمان هكاك. وقت اللي بابا انا في الخدمه واش كنت ما قلتلهاش ماما ما نخرجوش حتى نقول بابا؟ خاطر انت تمشي تو كيفاش معناها واحد يخرج هكيكا ويمشي يمشي شاوب كلام تو هذا ليندا. باهي شنو اللي عملته لامك باش خرجت هكيكا؟ ليه خاطرك انت قلت با مشي بعد امك ولا حاجه صرح ساقيك ولا حاجه قال خرجني من الدار. أبارما أمك مشيت قالت لهم أنا معاش مش نقعد في الروضة هذه؟ أي قالت لهم؟ أي نعرف ثلاثة معاها الليلة اللي مش خرجتوا من الدار. أي مش نعرفها مش نعرف اللي خرجت. قلنا لها ومن غدا مش خرجنا. وكيف أنت قلت لها بابا علاش ما قلت ليش بابا أنا؟ قولي أمشي أنا ما تقولش. قلت أمشي ما تقولش؟ هذا أمشي
أما كلهم شان احنا مشي لقوه ونعرف كل شيء. كوكو باي باش نسلك سؤال آخر. كي قعدنا قداش وانا باباك اللي ما نجمش نشوفك ونهار جيت مع اسم محمد ديروس هذاك وقت نهار جيت لداركم غاديك للثاني دار امك جيت للثاني وقت حبيت نشوفك وانت وقت قعدت تبكي ما حبيتش تجي معايا صحيح ولا لا؟ فهمت. وبعدك محمد ديروس كلم معنا امك قالت لي قالت انا قدامك نعطيها قدامك صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ نهارت رجعتك في الليل ولا رجعتك في الليل وقت شكون فما امام اخر معانا هكا ولا فما الامام هذاك جاء الشيخ هذاك ساسي الحمرون عمك ساسي هكا ولا لا؟ باش قلت انا قدامه عمك ساسي انت قعدت في الكهرباء قلت لك ما تهبطش هكا ولا وماما تحاول تحل الباب وانا نقول لها لا ما تحلش الباب خلي اللي انت غاديك هكا ولا قلت لها كي نمشيو للبسيكولوج ونمشيو للثلاثه كل شيء وقتها انا نرجع بنتي اما هذا باش ناخذ بنتي هكا لما يتدخل شكون لا صحيح ولا لا؟ وتفهمنا مش غدوه مش نتقابلوا معنا عند عمك ساسي تسعة متاع الصباح ونمشيو للبسيكولوج الناس الكل صحيح ولا لا؟ باهي انت وقتها بتبح ذايا هنا بتبح ذايا وقيمتك الصباح قلت بابا باش نمشيو للبسيكولوج هكا ولا لا؟ وما مشيت انا مشيت بابا مشيت وحدي وقت الناس قعدت تلعب بالتروتينات انت تتذكر؟ قلت لي مشيو انت ماما وخليني انا هنا تتذكر ولا لا؟ هاي كوكو انا باش نمشي نطلع لتونس من بابا دكاك شنو روج عليها برادا؟ ودي شفتك العظمه كليتها مشترها مش كامل شتر الاخر بص يا بابا خلينا اش بنتي؟ ان شاء الله نخلط ما نعرفش شو صفه حسين نكمل مع الطبيب ونروح ان شاء الله هاي من بعد وقتها في العشيه شكون رجعك لسليمان؟ انت فماش شكون كلمني قال لي باش نرجعك؟ لا انا رجعت قلت لي ماما ما قلت لك نهزك الماما صحيح ولا لا؟ وقعدنا قداش غاديك في سليمان نستناو نمشيو عند عمك ساسي الحمروني وهي ما جاتش لا ما قعدنا نعيط ونطلبوا فيها قداش من مره باش جات صحيح ولا لا؟ انا قعدت نلعب مع البنات انا قعدت نلعب مع من البنات؟ اللي عند عمك ساسي ما هي عند عمك ساسي فوالا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لا تمام بكلمتين مختصرين علاش تحلف في بنتي قلت لي بنتي عمرها 5 شهور في كرشك حبيت جيتني وحبيت تسقطها وقلت لي راني كنت عندي علاقه مع خوك خالد راس اختك وراني ارتبط معاه وكذا وقلت لي سبق قلت انا مانيش مجرم احلف على الشيء هذا اقسم بالله العظيم اني ما اقول كان الحق احلف على كلام ربي ما عاد نصدق في حد شيء تصدقني ما عندي ما نحلفش لا عندك بوجوها مش كل شيء لا عندك لا وجه لا عندك حتى شيء وين مشيت؟ صح
تروح ولا تمشي تمشي دارنا مش طاقة دار بالأبيض والغوز تمشي كيف طاقة كيف هكت هاي كيف كيف هكت مشي لا هكت هاي مشي لا دارات أم جليلي يعرف هاي أم تفير هاي حدا كيف مشي لا فوق هاي فاذي كيف رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فنحلب عمرك ما شاهدت في وجهي بس عملت نفاق بالدلالي ولا نفاق بالدلالي حد كرهني في بيتي انت انا غلاظه مستواك شنو لنا كل شيء يا حسين ما تعرف تاشو كرتين تاشو كرتين انت كلام ربي سامحني نخليكم مهلة نتاع ما عندوش الشرف بيعمل في شيء يعني صلى الله عليه وسلم خليها اسمعني يبارك فيك فهمت نتاع جميع وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل نخليكم مهلة نتاع ما عندوش الشرف ما يعمل في شيء يعني باهي تسليمات تعرف تنابل؟ ها؟ وكيفاش عرفتها اللي هي تعرف؟ قالت لي امي ومن يكشف اثما فانما يكشفه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكشف خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا يعيش بارك الله فيك أنا واحد نحاول صغير ونكوم عنده الحق هذا في الروضة قولوا ما أنا مستفزاز هذا يسير هاي سلكي تكلم معك هي مسؤولة أنا خديم طب معلي مسير سامحني مسير تفضل خاطر عمرك كامل تكذب مش تكمل تكذب عمرك مش تلقى حتى حل مشكلتك فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون أنا حاسس باش نحكي معك أنا حاسس نحب الرب أنت أنت قضيتك وفات بالنسبة لي أنا عايزك مدير الروضة بارك الله فيك فاهم معاه انت ورا بنت نعطيك يعطيها الصحة بارك الله فيك ما قبلتكش أرجع ريت بس أنا تشتني ما قبلتكش أرجع ريت بس أنا تشتني
Le manipulateur se nourrit de vos émotions.